السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه طبخه ومعلومه مع ام تسليم. طبعا يا جماعه انا جيت لكم بفيديو قلت لكم ان تغريده هتختفي، وهي فعلا وكلامي صح. تغريد اختفت امبارح من بيت ابوها، ابوها ما يعرفش عنها حاجه. حتى لما الاعلامي احمد رجب قال ان هم سالهم في موضوع التحليل الدي ان ايه، قالوا له هي مش هتعمل التحليل، مش هتصور التحليل وهو بيتعمل، كان عايز يصور خطواته يعني. قالوا له لا مش هينفع ان هي تصور خطوات التحليل، ولو عملت التحليل هتعمله على مزاجها في مختبر على مزاجها ومش هتصور. طبعا الاعلامي احمد رجب لما سمع كده قال لها خلاص بلاش ان انتوا تعملوا التحليل خالص، استنوا بقى اليوم 19/1 يوم الجلسة اللي المفروض هيتحدد لها يا جماعة الطب الشرعي. بس هي هربت دلوقتي خلاص تاني، يعني هي هربت من بيت ابوها. بصوا يا جماعة، ما يهربش من المواجهة الا الجبان واللي عامل بلوى سودة، وهي جبانة وعاملة بلوى سودة. طبعا يا جماعة برضو في موضوع انا جايلكوا بيه. طبعا الناس اللي كانت عمالة تقول لي اتقي الله ما تجيبيش في سيرتها، دي ست زيك حسبي الله ونعم الوكيل ويدعو عليا. طبعا انا لما الكلام ده سمعته انا حسيت ان انا متضايقة، وحسيت ان انا عايز اعرف اكتر عن الموضوع ده. لقيت يوتيوبر مشهور كان عامل لقاء تسجيلي بالموبايل مع دكتورة في الطب الشرعي، كان بيسألها، وانا كنت حابة اعرف الطب الشرعي ده لو في 0% يكون غلط. الدكتورة ردت عليه وقالت له ولا حتى حاجة تحت 0%. تحليل الدي ان ايه في الطب الشرعي يا جماعة بيمر بست مراحل، كل مرحلة ادق من المرحلة اللي بعدها عشان يتأكدوا، لان دي مش اي نتيجة هيطلعوها، ده هيطلعوا نتيجة اذا كان الاب ده الولد ده ابنه ولا مش ابنه. مش اي نتيجة يا جماعة هيطلعوها، مش اي كلام يتقال، مش اي حد يقول لكم ده الطب الشرعي فيه غلط، لا ده التحليل بيبقى فيه غلط. ما تصدقوش يا جماعة، ما فيش غلط في التحليل، ما فيش غلط في الطب الشرعي ولو 0%. ها مكالمة يوسف اليمني، يوسف اليمني يا جماعة اللي كان بيقول اي حد بيعمل فيديوهات ضد تغريد هو هيقضيه ومش هيسيبه، كان بيهدد يعني الناس اللي بتعمل فيديوهات على تغريد. وكنت جاية لكم برضو بموضوع كده يا جماعة، موضوع الحوالات اللي كانت بتيجي لتغريد من برة مش من جوزها، كانت من حد تاني، كان بيجي لها حوالات من بره. مش عارفين لغايه دلوقتي المعلومه دي لسه ظاهره امبارح، كان بيجي لها حوالات من بره البلاد من مين ما نعرفش يا جماعه. طبعا هي رافضه تعمل الدي ان ايه عشان عارفه ان هي العيال عيال ولود حرام، جايباهم من الحرام، سامحني يا رب. طبعا انا الناس اللي بتقول اتقي الله وما تجيبيش في سيرتها، انا امبارح اتاكدت من مصدر موثوق فيه ان الطب الشرعي ما بيتلعبش فيه، وتحليل الدي ان ايه ما بيتلعبش فيه. يعني هي مذنبه وزانيه، خدت 3 سنين في قضيه الزنا. مش ما بجيبش الكلام من دماغي وما بخافش من حد، وطول بصوا كل شويه هطلع واقول لكم كده يا جماعه. تغريد مدانه ومتهمه ومتهمه بقضيه زنا مش قضيه عاديه، والتلات عيال هي مش عايزه تحللهم ومش عايزه تقول العيال دول عيال مين، لان هي ما تعرفش العيال دول عيال مين. منعم هرب دلوقت، منعم بيلبس نقاب وينزل يروح يشوف اهله ويرجع تاني، الناس الكاميرات رصدوه، ومنعم مش هيروح بعيد، هيمسكوه مهما استخبى هيمسكوه. استاذ احمد رجب امبارح يا جماعه طلع عن شعوره طبعا، بعد ما عمل لقاء مع الاعلامي هشام، الاعلام اللي هو تبعها، طلع يا جماعه يخبط في الاستاذ احمد رجب. استاذ احمد رجب يا جماعه ماشي في الحق وبيتكلم كلام الحق، عشان كده مش عاجب تغريد. لكن اللي هم حواليها اللي هم زيها اللي هم شبهها على راي استاذ احمد رجب بيطبطبوا لها ويططوا لها ويقولوا لها حاضر ونعم، انتوا فاهمين بقى. طبعا الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا مش هسكت، واي مستجدات اجيبها لكم. مفيش يا جماعه غلط في الطب الشرعي ولو 0%، مش كلام انا، كلام الناس المختصه الدكاتره اللي شغاله في الطب الشرعي وشغاله في موضوع التحاليل بتاعت الدي ان ايه.
تغريد مدانة وهي ظالمة العيال. مفيش أي حد ظلم العيال دي يا جماعة، مش أي حد بيعمل فيديو طلع ظلم العيال، لأ، اللي ظلم العيال اللي جابهم من حرام وجابهم من حد غير جوزها، اللي ظلم العيال اللي دلوقتي مخلي الناس كلها بتتكلم عليهم وهي أمهم، اللي هي تغريد يا جماعة. طبعا في واحدة اسمها قناة أم، مش هقول اسمها عشان ما اشيرهاش برضو، قناة كده معينة طالعة تقول كل واحدة بتسب في تغريد تحط نفسها مكانها، كل واحدة مش عارف تسب في تغريد ربنا يحاسبها. بصوا يا جماعة، ربنا قال السكت عن الحق شيطان أخرس. لما تشوف حاجة وتشوف الحق مع مين وتسكت يبقى انت شيطان أخرس. لا، لما تلاقي حد معاه الحق اطلع واتكلم وما تخافش من اي حد. كل الناس اللي بتخش تهاجم وتشتم في فيديوهات تغريد بتبقى معروفة بتبقى جاية منين وبتبقى مزقوقة منين وبيهاجموا على اساس ايه يعني. انا كده خلاص خلصت الفيديو، يا رب يعجبكم، لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك والتعليق يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.